لم تكن حليمة حبية تتصور أن تفقد القدرة على الأكل والشرب والكلام بشكل طبيعي بسبب عملية تجميل تحولت إلى خطأ طبي. الطريقة الوحيدة لتناول طعامها هي حقن مسحوق الطعام إلى المعدة عبر أنبوب خارجي، فبعد عملية أجرتها في مشفى خالد برام الله خرجت حليمة لتعاني من انسداد في المريء. فترة ما أنا ما كنت صغيرة كان عندي زي دمل مقلوب يطلع في رقبتي، فكان مع فترات هذا الدمل يروح ويرجع. رحت على دكتور تجميل دكتور أحمد شعيب النتشة، طبعا قال إن شاء الله نص ساعة، هي شغلتها بسيطة نص ساعة، ويعني هذه شغلت يعني أنا بتفنن فيها ما تخافي. طبعا أنا بعد ما سمحوا لي إني أشرب وأكل، مجرد ما شربت كاسة المي مجرد أول لقمة على طول المي نزلت مباشرة من ركبتي ما بلعتها. في منزلها بقرية خربث المصباح تعيش حليمة المأساة منذ 4 سنوات. إقرار الطبيب المشرف على العملية بحدوث خطأ طبي لم يغير من وضعها شيئا، فهي لم تحصل حتى الآن على أي تقرير طبي حول حالتها الصحية رغم الشكاوى المقدمة إلى الوزارة ونقابة الأطباء. فكان العملية صراحة حليمة ما نجحت ولازم تسافر على الأردن للعلاج. طبعا التقرير أو قرار اللجنة نقابة الأطباء أو وزارة الصحة بدي يطلع منهم التقرير متفق، وبناء على هذا التقرير بدي يبين إدانة الطبيب أم لا. طبعا لهذه اللحظة لم يتم تسليم، يعني احنا بنحكي من شهر 1/9/2011 لحديت هذا اليوم لم يجرى أي قرار رسمي أستلمه بإيدي. قدمت باعتبار ممكن تحكي 3 شكاوي، قدمت واحدة في 2009 معالي وزير الصحة دكتور فتحي أبو مغلي، وطبعا هذا ما كان ما جاليش يعني أي قرار يدين الدكتور أو أي شيء. لكن الضربة القاضية بالنسبة لها كانت عندما قررت السفر للعلاج في الأردن لتخضع لعملية في أحد المشافي هناك، وبدل أن تتعالج من انسداد المريء عادت بشلل في الأوتار الصوتية. مجرد ما أنا فتت على المستشفى التخصصي تم نصحي فيه يعني الأطباء أنه ممكن تسوي العملية ونسبة نجاح 95%، هيك وعدني يعني دكتور أحمد صالح. ومجرد ما طلعت من العملية كان حدث لي خطأ طبي جديد، طبعا طلعت من أنا فاقد الصوت والمقدرة على التنفس. الاستهتار من قبل الأطباء ووزارة الصحة كما تقول حليمة زاد الطين بلة، فهي تبدي دهشتها من عدم المبالاة والإهمال ومحاولة التهرب من المسؤولية، إلى جانب ما تقول إنه تلاعب في إعطائها تحويلة علاج إلى داخل إسرائيل أو الأردن. كنت أعاني من مشكلة إنه مجرد ما أخذ التحويلة يعني يعطوني إياها اليوم 3/6 أطلع فوق عشان أختمها، تم تحويلي إيش سنة الميلاد يعني من 3/6 تكون مش 2012 مثلا 2010 أو 2011. ورغم أنها وجهت مناشدات عديدة إلى رئيس الوزراء ومحافظ رام الله والبيرة والعديد من الجهات الصحية، غير أنها ما زالت تنتظر الرد. من عملية تجميل لا تستغرق نصف ساعة بوصف الأطباء أصبحت حليمة تعاني من انسداد في المريء وشلل في الأوتار الصوتية، خطأ طبي أفقدها الأمل في حياة سليمة، وكل ما تقدمت به من شكاوى لا تجد استجابة لها. من قرية خربث المصباح أيسر البرغوثي، تلفزيون وطن.